حزب الحرية ونيوز يتوافقان على الإصلاحات الهيكلية وتخفيض الضرائب. الحزب الاشتراكي يتفق مع الخضر على المناخ ويختلفان في الإسلام السياسي. منظمات المجتمع المدني تدعو الأحزاب لرفض الائتلاف مع FPA. انخفاض حاد في الصادرات والواردات النمساوية بالنصف الأول من العام. ووزير الداخلية يعلن عن اعتقال 4 أشخاص إثر اشتباكات عشائرية في فيينا. وأخيراً النمسا تقترب من إطلاق نظام AT Alert للتحذيرات الطارئة عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، في المناظرة التلفزيونية الثانية التي نظمتها قناة ORF تواجه رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل مع رئيسة حزب نيوز بياتا ماينل رايزينجر، وتوافق الطرفان على ضرورة الإصلاحات الهيكلية وتخفيض الضرائب. وبرزت خلافات حادة حول قضايا كدور الاتحاد الأوروبي والهجرة، حيث انتقد كيكل توجه نيوز نحو الولايات المتحدة الأوروبية، مشيرا إلى رغبتهم في إضعاف سيادة النمسا، فيما دافعت مايلين رايزينجر عن الاتحاد الأوروبي ودوره في تعزيز الأمن. وفي ملف الهجرة دعا كيكل إلى رفض طلبات اللجوء تماما، بينما اعتبرت مايلين رايزينجر أن الحل يكمن في إدماج المهاجرين من خلال التعليم والعمل. افتتح مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ أندرياس بابلر وحزب الخضر جرين فيرنا كوغلر سلسلة المناظرات التلفزيونية قبل الانتخابات البرلمانية الوطنية، حيث وجد الطرفان توافقا في قضايا كحماية المناخ والضرائب على الثروات، لكن اختلف حول طرق التنفيذ. وأكد بابلر على أهمية العدالة الاجتماعية في سياسات المناخ، فيما دافع كوغلر عن تسعير ثاني أكسيد الكربون، وتوافق الطرفان على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، مع مطالبة بابلر بإصلاحات في قانون الغاز. واتفق المرشحان على ضرورة فرض ضريبة الميراث. وفيما يخص مكافحة الإسلام السياسي، دعا بابلر لزيادة التدخل الأمني، بينما ركز كوغلر على القوانين الحالية لمحاربة التطرف. دعت حركتها الجمعة من أجل المستقبل و SOS ميت منش في رسالة مفتوحة جميع الأحزاب المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني إلى استبعاد إمكانية التحالف مع حزب الحرية النمساوي FPÖ. وانتقدت المنظمات غير الحكومية الحزب بسبب عدم ابتعاده عن اليمين المتطرف، مثل مجموعة الهوية وحزب البديل الألماني. كما دعم حزب الخضر مبادرة وعد للجمهورية التي تعهدت بعدم دعم حكومة اتحادية بقيادة FPÖ. وفي سياق آخر، أطلقت منصة الديمقراطية النمسا حملة للتوعية بخلفية مصطلح المستشار الشعبي الذي يستخدمه رئيس FPÖ هربرت كيكل، وهو مصطلح له جذور في دعاية النظام النازي. شهدت النمسا تراجعا ملحوظا في وارداتها وصادراتها خلال النصف الأول من العام 2024، مما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي، وانخفضت الواردات بنسبة 12.2% لتبلغ 94.05 مليار يورو، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 5.5% لتسجل 96.90 مليار يورو. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء النمساوي، انخفضت التجارة مع ألمانيا، حيث تراجعت الواردات بنسبة 9.3% والصادرات بنسبة 7.6%، كما شهدت الواردات من الصين وسويسرا وإيطاليا انخفاضا ملحوظا. في المقابل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة والصين وسويسرا. أما التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد انخفضت الواردات بنسبة 8.2% والصادرات بنسبة 8.4%. في أعقاب اشتباكات ذات دوافع عرقية بين مجموعات من الشبان السوريين والشيشانيين في فيينا، تم اعتقال 4 مشتبه بهم إضافيين، وهم سوري واثنان من أصل شيشاني ونمساوي، كما تم ملاحقة 25 شخصا آخرين وضبط أسلحة خلال عمليات التفتيش.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر خلال زيارة لموقع الأحداث في محطة براتر شتيرن عن ضبط سكاكين ورذاذ فلفل وهواتف محمولة خلال المداهمات. وأكد كارنر ورئيس شرطة فيينا جيهارد بريستل في مؤتمر صحفي أن الهدف من العمليات الأمنية هو استعادة النظام ومنع تصاعد التوترات وإخراج الفوضويين من الشارع. وصل نظام التحذير التلقائي آتي أليرت عبر الهواتف المحمولة للمرحلة النهائية من الاختبارات على مستوى النمسا بدءا من 9 سبتمبر، حيث يهدف إلى تحذير المواطنين من حالات الطوارئ كالأحوال الجوية السيئة أو المخاطر الأمنية والتقنية. وإذا صارت الاختبارات كما هو مخطط لها، سيبدأ التشغيل الفعلي في 5 أكتوبر، وسيتم إرسال التحذيرات من قبل السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية مباشرة إلى الهواتف المحمولة دون الحاجة لتحميل تطبيق خاص، وستكون الرسائل متاحة باللغتين الألمانية والإنجليزية مع توصية بتفعيل جميع مستويات التحذير لضمان السلامة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.